بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ليكم وسلام معاكم سوريا. الجزء السابع النهاردة احنا هنركز على المراحل الروحية في حياة الإنسان. احنا عايزة بس أركز على نقطتين. آخر مرة سبتكم المسيح اداني طبق. الطبق ده من الآخر كان من ثمرة شجرة الحياة. الأب صميل المعترف كمان قال لي اخضعي، وكان ضربني بالعصاية. عايز أركز إن هو ما ضربنيش بالعصاية عشان أخضع، هو ضربني بالعصاية عشان إن أنا مسكت في هدومه، فهو عايزني أسيب هدومه فضربني بالعصاية عشان كده. لأن الله الخضوع لازم يجي من الإنسان بكامل إرادته، ربنا ما بيجبرش حد على حاجة. عايز أقول إن إحنا كنا واقفين على الدرجة رقم، إحنا خلصنا الوداعة اللي هي في الدرجة رقم 5، ورقم 5 ان احنا عملنا اقماع كامل للجسد علشان يعني يكون مطاوع للروح. كلمة الوداعة هو انا باخضع لتشكيل الله في حياتي، وان يكون عندي مرونة. فعشان كده هو قال لي اخضعي، وان الانسان لما بيخضع الجسد للروح اللي هو اقمع جسدي واستعبده، بتبقى كنيستك كنيسة منتصر. من رقم 6 النفس هتمشي جنب الروح، علشان كده هيكون في عبور جديد، عبور من الحاجات الأرضية للحاجات السماوية، لأن خلاص هنسيب الأرض ونبدأ ندخل في المراحل الروحية. عشان كده كنيستك بتبقى كنيسة ظافرة وتدخل على كل المراحل اللي جاية. الحقيقة الحاجات دي كلها المسيح هو الرأس، لازم أخضع، بكون كنيسة جوايا. المراحل الروحية هيكونوا مراحل 7، ده على طول وجهني للكنايس 7 اللي في سفر الرؤيا إصحاح 2 و3. التأمل هيكون تأمل شخصي، وأنا ماليش دعوة زي ما بقول خالص بالناحية التاريخية أو الناحية النبوية. اسمحوا لي بالدراسة دي، هحاول أقولها بسرعة، وبعدين لما هندخل في البراتيك يعني إن احنا ننفذ الكلام ده بالتنفيذ، وهشوف ايه الرؤى اللي ربنا هيبدأ يدهاني وازاي هيعلمني امشي المراحل 7 دول. انا عايزة ادي عنهم فكرة علشان ما نبقاش ماشيين واحنا عميين، انا اسفة كده في التعبير ده، نبقى عارفين احنا فين وبنعمل ايه وربنا واخدني معاه لفين. الكنايس دول عبارة عن 7 كنايس. عايزة أقول تعريف الأول للروح. الروح هي النفخة اللي ربنا إداها لآدم، اللي هي النفخة اللي جوانا. اتصالي بيني وبين السماء، اتصالي بيني وبين الله هيكون عن طريق الروح. الروح هي جهاز الاستقبال اللي جوايا، اللي هستقبل بيه كل اللي ربنا عايز يدهوني. الروح هي اللي بتكون الضمير اللي جوايا، اللي هي الكونسيانس، اللي هي هتحدد جوايا التمييز بين الخير والشر، او التمييز بين اني اكون كويس واحسن. الكنايس 7 انا هكون فيهم علاقة مع الله، بس الله بيقدم نفسه بطرق مختلفة، يعني الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، فانا هكون علاقة مع الثالوث القدوس. خدوا بالكم الاب هو حضن الاب. لما انا ادخل في حضن الاب هحس بالشبع، ان انا اكون شبعانة مش جعانة. ان كمان ان انا لما هتعامل مع الروح القدس، علاقتي بالروح القدس، الروح القدس بتيجي تسكن فيا، فانا لازم اكون هيكل للروح القدس. لما بتعامل مع المسيح هو الابن، بتعامل مع عمانوئيل الله معنا، بتعامل مع يسوع المخلص ابن الانسان، بتعامل مع المسيح الملك الكلمة، بتعامل مع الابن الله الذي له عينين كلهيب النار، بتعامل مع الروح القدس، بتعامل مع القدوس الحق. مع الروح القدس والقدوس الحق ده اللي هنقول الروح والاب. لكن التكملة اللي عشان المسيح يوصلني كمان لدول، هتعامل مع المسيح الراعي، وأدخل من باب الخراف وأقبل وأخضع إني أكون خروف عنده عشان يعلمني، وكمان إن هو هيكون المعلم الحقيقي. خلاص، فتعالوا بس نشوف الكنايس 7 بسرعة، لأن هي دي هتكون مراحل الروح اللي الإنسان هيمشيها مع الله.
وبتوضح فيها العلاقة هتكون مع مين بالظبط. ناخد بالنا كنيسة أفسس معناها المحبوبة، إعلانا أن الله يحبني. الله هو الممسك بسبع كواكب في يمينه الماشي وسط المناير الذهبية. الله هو عمانوئيل، الله معنا الماشي في وسطنا اللي أنا هركز عيني عليه وأخرج من التركيز على ذاتي وأنانيتي. يعني عايزة أركز على ذات الله مش علي أنا كإنسان. خلاص هقول ببساطة خالص إن الله عارف كل حاجة عنك، وإن الله عايزك ترجع لمحبتك الأولى وعايزك تخضع له، لأن محبتك الأولى اللي انت فقدتها مع آدم، لأن هنا بيقولك الماشي في وسط المناير السبع، ماشي بيتحرك، وإن هو في الوسط. يعني نرجع لآدم لما كان في الوسط الجنة، كان في شجرة معرفة الخير والشر وكان في شجرة الحياة. أنا عايزة أرجع من حيث سقط، إن أنا آدم ما خضعش لله، هنا بيقول لي اخضع لله. فلما أرجع للخضوع لله هيبقى الله هو اللي في وسط الجنة في وسط الفردوس، فهيديني آكل من شجرة الحياة، ويبقى كده هو هيديني الإشباع. هو عارف عني إن أنا بكره أعمال النقلاويين. النقلاويين هم الناس المتسلطين، هم الناس الذين بيستحدحوا الشر. يعني كل اللي هنا مطلوب مني، هو عارف ان انا مش بحب الشر، لكن انا بحترم الانسان كانسان، لكن انا مش بحب شر الانسان اللي هو فيه. دي الكنيسة الاولانية. الكنيسة الثانية، الله هيدخل لي بان هو ابن الانسان الاول والاخر الذي كان ميتا فعيش، يبقى هو ده كان المسلوب القائم من الاموات. يعني هو داخل بيسوع المخلص ابن الانسان، هشيل الصليب معاه خلاص، وهدخل التجربه معاه بكامل ارادتي. اوكي، فهيجيني في الاخر يقول لي طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه، لانه اذا تزكى ياخذ اكليل الحياه. يبقى اللي هيغلب ربنا هيديله اكليل الحياه. خلاص، في كذا نوع من انواع الاكاليل. في اكليل الجهاد هو اكليل البر، في اكليل الخدمه هو اكليل المجد، لكن هنا هيديني اكليل الجهاد اللي هو اكليل الحياه، اكليل التجربه اللي هو اكليل الحياه. الكنيسه الثالثه اسمها برغاموس، معناها الاختلاط او معناها المقترن بي. يا ترى انا هقترن بمين؟ هقترن بالله ولا هقترن بالشيطان؟ هو هيدخل بالسيف الماضي ذو الحدين. السيف الماضي ذو الحدين يعني الكلمة، يعني الوعود. يبقى هنا الله الكلمة. هو بيقول لي نعرف انك ساكن حيث الشيطان، وهيبدأ يقول لي ان هدخل يعني شيل النقلاويين من وشك، وقال ان انا هدخل احاربهم بسيف فمي، يعني هعاربهم بسيف الكلمة. هنا الله عايزني اكون زي انتباس ملاك الكنيسة دي، لانه كان معناها ضد الكل وضد العالم زي أثناسيوس. فالله بيقول لي حارب النقلاويين، واللي هيغلب أنا هديله من من المخفي، يعني يديني الشبع، وهعطيه حصى بيضاء عليها اسمه، يعني هديني الجوهرة الكثيرة الثمن. طبعا هو المسيح، بس هو بيدهوني بقى. في فرق، في فرق بين هو بيدهوني وفي فرق ان هو بيملك علي. ناخد بالنا من الفرق ده عشان اللي جاية هديني المسيح الملك. سياتيرا المسرح، المسرح بقى اطلع لي على المسرح واطلع لي وجها لوجه. انا هكون معاك لان انا ابن الله الذي له عينان كلهيب النار ورجلاه زي النحاس النقي. هنا انا داخل بابن الله، داخل بالبنوة، داخل بذات الابن، النطق. خلاص، لان الاب في ذاته يعطي الوجود، الروح القدس في ذاته يعطي الحياة، الابن في ذاته هو النطق الكلمة. بس هنا بقى ابن الله بيقول أنا عارف كل حاجة أنت بتعملها، أوكي، بس عندك مشكلة هي إيزابيل الزانية. كلمة إيزابيل أساسا هي يعني أعمال غريبة، وإيزابيل معناها تعظم إلهها، يعني وهي هنا بتعظم إلهها اللي هو الشيطان. أنت بقى تدخل وريني أنك بتعظم إلهك. فأنت هتدخل قدام إيزابيل وبيقول له خد بالك انا فاحص القلوب والكلى. خدوا بالكوا ايزابيل كانت تستبيح الشر، بس على فكره ايزابيل عندها مشكله تاني خالص هكلمكم عنها بالتفصيل بعد كده، ان هي كانت بتعمل اعمال السحر.
المهم من يغلب أنا هديله حاجتين، هديك السلطان على الأمم وهديك كوكب الصبح اللي هو المسيح الملك، هديك إنك عندك سلطان، لأن إيزابيل دخلالي بسلطان الشيطان، الله هيعطيك هذا السلطان، أنا هدخل بابن الله مش بابن الإنسان. هنا بقى إيه، نفرق شوية، هدخل بالمسيح الملك وكنيستك هتبقى كنيسة مستنيرة، برجع لها تاني اهو. سردس هي بقية، وسردس يعني الله داخل بالسبعة أرواح الله وله السبعة كواكب، له يعني في امتلاك حصل، لأن احنا دخلنا بالمسيح الملك هو خلاص امتلك هذه السبعة كواكب، مش بس في ايده، عشان كده بقول لك وله، له خلاص فينا حصل امتلاك. انا عارف كل حاجة عنك، كل الموضوع، انا اذا كنتوا تقروه، لان انا عندك في اسماء لم ينجسوا ثيابهم. هنا هيدخل مع الانسان، هتحصل له تقديس، هيحصل له تخصيص، هيحصل له، انت داخل بالروح القدس، يعني انت اصبحت هيكل لله، هيكل لله، وهتكون لابس يعني ثيابك دي ما تلوثتش مع الناس اللي هم السابقين، ده كمان كان فيها بالعام وان وإيزابيل، فانت حافظت على ثيابك، هتلبس ثياب بيض ومش همحو اسمك من سفر الحياة، وهعترف باسمك امام ابي وامام ملائكته. امام ملائكته هنا يعني انا هعترف بيك في وسط النورانيين، خلاص في هنا النورانيين. فيلادلفيا معناها المحبة الأخوية، لأنك أنت لو معرفتش تحب الله الإب مش هتعرف تحب إخواتك، ده كده بمنتهى البساطة. لو مشيتش في الصليب في العارضة الرأسية مش هتعرف تمشي في الصليب في العارضة الإفقية اللي هي تعاملاتك مع اللي حواليك. بس أنا هدخل هنا بالقدوس الحق الذي له مفاتيح داوود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. وحطيت قدامك باب مفتوح محدش هيقدر يقفله، انت ليك قوة يسيرة، لكن بقوة الله هو اللي هيديك انك تمشي هذا الطريق. انت داخل بقى مش بقى قدام إيزابيل ولا نيقلاوس ولا بالعام، ده انت داخل قدام مجمع الشياطين، مجمع الشياطين اللي انا هخليهم هيجوا هيسجدوا لك، بس خد بالك هم مش هيكونوا بيسجدوا لك انت، هم هيسجدوا للقدوس الحق اللي انت كونت معاه بروحك علاقة. فانت في رقم 6 امسك في اللي عندك، واوعى حد ياخد منك اكليلك، لان التجربه هتيجي تجربه عظيمه، ده شيء طبيعي لانك داخل مع مجمع الشياطين. يعني انت بقى مش في كرسي الشيطان، لا ده انت يعني هتحارب. هنا الموضوع كله داخل في الحروب الروحيه، وبرده لما ندخل بالتفصيل هشرح لكم ايه اللي بيحصل وازاي امسك اسلحه الروح والحاجات دي كلها، عشان كنيستك هتكون كنيسه خالده. وعشان كده بيدخل في سفر الرؤيا وبيقولك الشيطان ليها 10 رؤوس وليها 10 قرون، والقرون دي معرفش بتعمل ايه، ودول 10 ملوك، والهيصة دي كلها. لكن تأكد ان كنيستك لما انت بتدخل بالقدوس الحق هتكون كنيستك خالدة، ولانك انت قبلت انك تكون هيكل للروح في الخطوة اللي بعديها، انا بقى خليك انت تبقى عمود في الهيكل بتاعي اللي هو في هيكل القدوس الحق. شايفين التناغم، الانسجام، يعني هجعله عمود في هيكل الهي لا يعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي واسم اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي. بيكرر كلمه الهي 4 مرات، لان خلاص الله هو الهك وانت دخلت في هذا القدوس الحق. وهدي لك اسمي يعني اسم الله الجديد، وكنيستك تبقى كنيسه خالده. اللاديوكيين حقوق الشعب، ما تفتكرش بقى انك هتدخل معايا بالحق، ان ليك عندي حق، لا احنا ملناش اي حقوق عند الله، لكن الله هو اللي ليه حقوق عند هذا الشعب، فبيرجع تاني ياخد ميراثه اللي راح منه مع ادم. انت هنا يبقى لك علاقة مع الثالوث الامين بالشدة الحق، الشاهد الامين الصادق اللي هو ابن الله، بداية خليقة الله اللي هي معناها الرأس اللي هو الاب. يعني هنا انت يكون علاقة ليك مع الثالوث مع بعض. بس انت بقى يعني موضوع اريد، يعني انت لا بارد ولا حار وفيتر، انت لما بتدخل على التجارب الكتيرة بترجع تقعد كده وتهمد، وتبقى طبعا مش متخيل ايه اللي حصل في حياتك، فيقول لك لا قوم اصحى معايا، ما تخليكش بقى لا بارد ولا حار،
لاني لو عملت كده انا هتقيأك من فمي. يعني لما توصل لحد الدرجة رقم 7 في الحياة الروحية وما تقومش بقى باجتهاد وبسرعة علشان تعمل حاجة مهمة، هي التنزل عن ذاتك. زي ما بقول لكم اهم حاجة في رقم 7 هو ان انا بكبقى كونت الذات البشرية دي، وانا فاهم كل حاجة جوايا استنارة، وكونت علاقة مع الله، فباخد الذات دي واروح احطها على مذبح الذهبي علشان الله بقى يدخل بذاته وذاتي انا تتشال خالص. عشان كده بيقول لك هتشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغنى، وثياب بيض لكي تلبس، فلاس هتخزي عريك وتكحل عينيك بكحل لكي تبصر. لانك لو ما عملتش الحركة دي وعشت على طول بذاتك، فهي ذاتك فقيرة وعريانة واعمى وشقي وبائس. انت هو الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان لانك لسه عايش بذاتك في اللحظة دي. حط بقى ذاتك على مذبح البخور، يدخل الله بذاته ويحصل الاتحاد في القدس، وليها خطوات وليها طريقة. يعني اللي أنا عايزة أقوله إن الله منظم وليه ترتيب في كل حاجة. هيديك تجلس معاه في عرشه كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يحصل دلوقتي يحصل اتحاد بينك وبين المسيح، فبالمسيح كمان، فهتجلس معاه في عرشه زي ما المسيح نفسه جلس في عرش أبيه. وبيجد بقى تلاقيه هنا واقف وبيقول لك ايه، انا واقف على الباب واقرع، اللي هيفتح ليا هتفتح ليه ازاي، وتشتري مني ذهب ازاي، بانك تتنازل عن ذاتك هتدخل معاه لقدس الاقداس. فيجي هنا يقول لك افتحي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. شايفين في 4 شروط هيدخل فيهم الانسان عشان يكون يحصل اتحاد في قدس الاقداس. شايفين كده ببساطة قوي أنا حاولت ألخص الكنايس السبع. تعالوا نشوف أول رؤية هتحصل بعد ما أنا خدت طبق من ثمرة شجرة الحياة، إيه اللي هيحصل هنا. هو أنا لقيت نفسي واقفة قدام باب ضيق، أدي الباب أخضر يعني هكون خروف هدخل من باب الخراف. عارفين الباب في هنا الباب ضيق ما يزيدش عن 30 سنتي، فانا لما بدخل فيه حتى ما بدخلش كده بوشي، انا بدخل بالجنب عشان اعرف ادخل من هذا الباب الضيق. خلاص بلاقي قدامي سلم، السلم ده هو اول سلمه بتاخد قدم واحده، تحط عليها رجل واحده يعني وسعها قدم واحد. لما تطلع للسلمه اللي بعديها يبقى وسعها قدمين، اللي بعديها بيبقى وسعها 4، بتضاعف كل سلمة العدد اللي قبله. السلمة اللي بعديها تبقى 8 أقدام، اللي بعديها تبقى 16 قدم، كل واحدة بتضاعف اللي قبليها. الحاجة التانية في السلمة دي ان كمان ارتفاعها بترتفع، بس مش بالتضعيف، لا. الدرجة الاولانية مثلا 10 سنتي، التانية هتبقى 20 سنتي، التالتة هتبقى 30 سنتي، الرابعة تبقى 40 سنتي. خلاص يبقى الارتفاع احنا طالعين على ارتفاع وطالعين على كل درجة بتوسع عن الدرجة اللي قبليها. فالسلم ده لما بتوصل لاخر سلمة فيهم بتبص تلاقيها بالاتساع بتاعها واسعة جدا يمين وشمال، وارتفاع اخر سلمة حوالي 70 سنتي. فانت بتبقى واقف على اخر سلمة، يبقى الارتفاع 70 سنتي، الاتساع واسع جدا قدامك، وعلى الجنبين الاتساع واسع جدا ملوش نهاية. وانا طلع على السلالم دي كانت معايا بنتي، فواحنا طالعين كل شوية البنت دي بتكبر في ايدي، ده معناه ان في حالة نمو بتحصل في حياتك الروحية. وانا طلع شفت 3 اشخاص على السلم ده، 2 رهبان دول كانوا طالعين، وعلى السلمة الأخيرة فوق خالص واقف شاب صغير زي الملاك. فأنا طلعت وأنا طالعة عايزة أقول لكم كلمة بس صغيرة، حسيت إن واحد من الرهبان دول ربنا بيقول لي هتاخديه أب اعترافك وبيعرفني عليه، أنا كنت لسه ما شفتهوش. بعد كده ما وصلت لآخر سلمة وبشد بنتي، لأن بنتي برضو
يعني ما عندهاش القوة انها تطلع على اخر سلمة لانها ارتفاع 70 سنتي زي ما بقول لكم كده تقريبا. فطلعتها السلمة، وقفت على السلمة، السلمة واسعة جدا يمين وشمال، فبدأت اقول له يا رب انا عارفة ان من هنا الدخول لملكوت السماوات، انا عايزة ادخل. اول ما قلت الكلمة دي بصيت لقيت في وشي على طول جه البابا كيرلس، فبصيت لي كده وابتسم، يعني بيقول لي شاطرة انك وصلتي لحد الدرجة دي، بس انا مش قلت لك ان يطلع هنا ما يجيبش معاه حد او ما يجيبش معاه حاجة؟ فانا رحت موريلي جيوبي، انا طالعة مش معايا حاجة، انا ما مسكتش في العالم ده في اي حاجة. قال لي وبنتك؟ قلت له بنتي دي انا بعلمها، لان احنا اللي بنعلم اولادنا، عايزني اطلع على سلم الفضائل ومعلمش بنتي؟ فراح ابتسم وقال لي لا خلاص سيبيها مع الملاك اللي واقف ده، الشخص ده، ويلا ندخل جوه. فعلا بصيت لقيت نفسي في الجهة التانية في ملكوت السماوات، لقيت نفسنا ان احنا ماشيين على سحاب، سحابة كبيرة جدا. اول واحد انا دخلت وشفته وكنت هخبط فيه بقى، انا داخله فرحانه وبجري، على فكره مفيش جري بقى، في حركه انسيابيه مش حركه تنقليه، يعني مش عارفه فاهميني ولا لا، لكن مهم الحركه حركه انسيابيه زي العصفور اللي طاير كده بجناحاته لكن مش بيحركها. يعني المهم اول واحد كنت هخبط فيه كان الانبا نفرا السايح. الانبا نفرا السايح اولا وشه منور، فبصلي كده وابتسم، يعني زي مثلا مش عارفه يعني، المهم ابتسم. ودخلت لقيت البابا كيرلس واقف في وسط سحابه من الشهود، فاكرين سحابه من القديسين، من كتر ما هم لابسين ابيض وعلى راسهم حاجه بيضه، فعلا لما تبص عليهم تلاقيهم سحابه، كانهم بيكونوا هم سحابه وحديهم واحنا ماشيين على السحاب. المهم فجيت جنب البابا كيرلس ووقفت بصيت لقيت في كنيسه، زي الكنيسه اللي انا كنت بخدم فيها اللي زي قلت لكم كانت في ماري مرقص في الوقت ده، هو في العذراء وماري مرقص في باريس في شاتني مالابري، وان اللي فوق الصليب في مكان الصليب عالي قوي 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 كده فوق قوي واقف المسيح. فانا ببص لفوق كده لقيت المسيح لسه عالي، انا كنت فاكره ان انا هدخل ملكوت السماوات يا جماعه الاقي المسيح على طول. فببص للبابا كيرلس كده وبقول له ايه ده، ده لسه عالي قوي. قال لي اقفي جنبي هو هيجي. قلت له لا، هو انا لسه هقف؟ لا ده اكيد في سلم اللي زي طلعني من الارض الملكوت السماوات، اكيد الكنيسه دي فيها سلم تاني يرفعني اقرب منه. لا انا مش عايزه اقف هنا، انا عايزه اقرب منه اكتر، انا عايزه اشوفه. فراح قال لي يا ماما اللي انت بتطلبيه ده صعب. فرديت عليه زي بقول له انا ماليش دعوه صعب ولا مش صعب، انا عايزه اقرب منه اكتر، انا لسه عايزه اقرب. فانا بقول الكلمه دي وبحاول يعني مش هقف جنبه بقى، انا عايزه ادور فين السلم اللي هيطلعني تاني. فلقيت نفسي واقفه قدام يوحنا الحبيب، فيوحنا الحبيب ابتسم وبيقول لي يا ماما عشان تقربي منه اكتر ده صعب. قلت له صعب صعب، انا عايزه اقرب، طالما الله لسه مديني عمر ومديني حياه انا عايزه اقرب منه اكتر، انا مش هقف هنا يا جماعه. لقيت يوحنا الحبيب ابتسم كده، وبصراحه كان وراه باب بيضاوي شكل اللؤلؤه كده الكبيره منور قوي وفيه نور جامد قوي، ده اللي كان واقف يعني باب ورا يوحنا الحبيب. بس انا برضو بغبائي ما اخدتش بالي، فرحت اجري منهم يا جماعه انا عايزه الاقي السلم اللي هيطلعني تاني ويرفعني تاني اقرب منه. لقيت حته السحابه اللي احنا كلنا ماشيين عليها دي بتنتهي، وفي جنب الكنيسه، يعني الكنيسه كنيسه كبيره جدا، يعني فعلا دي كنيسه المجاهدين او الكنيسه المنتصره او المهم. السحاب جنبها كده بيبان تحتيها العالم كله، وكأن العالم ده كله مفرود قدامك والدنيا نهار. فأنا زي ما بتقولوا ببص كده فين بيتنا اللي في مصر عشان أروح أبص عليه. فرحت نازلة من على السحابة ودخلت من الشباك
انا بقول لكم هنا دلوقتي الحركه انسيابيه زي عصفور طاير بس من غير حركه. فدخلت لقيت ماما قاعده مثلا بتعمل كشري، بقول لها كشري ايه واكل وشرب ايه يا جماعه من فضلك بقى. ماما تعالي شوفي الجمال والروعه والبهاء والحياه اللي فوق، سيبوكوا بقى من الاكل والشرب. فراحت بصت لي كده، عايزه تقعدي تاكلي معايا تعالي، مش عايزه تقولي تاكلي معايا، انت داخله منين، انت جيتي منين، شايفين السؤال. فقلت لها انا جيت من الشباك. قالت لي زي ما جيتي من الشباك اطلعي، يا تقعدي تاكلي معايا كشري. قلت لها لا انا عايزه اكمل المشوار بتاعي. طلع من الشباك بصيت لقيت البابا كارولوس تاني، فانا بطير وبدخل يعني انا مش عايزاه يوقفني، يعني انا حاسه البابا كيرلس عايز يوقفني جنبه مش عايزني اكمل المشوار، وعمال يقول لي صعب صعب صعب. انا عايزه بقى اقف معاكم هنا سنه، الطريق ضيق وكرب، احنا دايما بناخد كلمه وما بنكملش الكلمه الثانيه. لما بيقول لي الطريق ضيق، انا دخلت من باب ضيق والطريق فعلا كان بيرتفع السلم، كان بيبدا بسلمه ضيقه بس بيوسع. هو عايز يقول لي لو عايزه تكملي انت هبقى هتكملي في الطريق الكرب اللي هي الصعب. هشرحها لكم تاني، بس انا بس حبيت اديكم ملاحظه لان انا ساعتها ما كنتش فاهمه البابا كيرلس عايز يقول لي ايه. فالمهم فانا داخله لقيت طريق تاني في ظهري، وكده انا وصلت لغربيه الكنيسه. شوف احنا كنا في شرقيه الكنيسه، انا عديت على كل العالم وشايفه القارات كلها كانها مفتوحه بس الدنيا نهار. بعيد تاني، رحت لحد غربية الكنيسة، فأنا راجعة بظهري، الطريق كان واسع، أنا بجري بظهري وبصة وببتسم للبابا كيرلس وهو بيبص لي غضبان، يعني زعلان مني إن أنا بتحرك من غيره، بس هو كأنه الراعي اللي جاي خايف عليا. فأنا بجري بظهري، فالطريق كان واسع والطريق ورايا ظهري بدا يضيق وانا مش حاسه، بس وانا داخله بصيت لقيت بدات اسمع صوت انين والم ومراره وصرير الاسنان والناس بتئن، الصوت كان صعب قوي. فرحت ملفوته بظهري بسرعه ابص ايه الطريق اللي انا داخلاه بظهري ده، ده كان واسع الطريق بدا يضيق انتهى بطاقه واحده بس. اتلفت ورايا وببص لقيت الباب، الباب ياخد بني ادم بالكامل ويعني يدخل منه البني ادم. طبعا بالنسبه للطريق ده اللي انا دخلته الباب الضيق، لا ده باب واسع. ببص عليه بشويش، عارفين العيل كده لما يجي يبص براسه من باب بس من غير ما يدخل، لان انا صوت الانين اللي في ودني صعب قوي. حسيت قد ايه هم في مرار، قد ايه هم في انين، في حزن، في بكاء، في صرير اسنان. فببص عليهم بشويش، لقيت جوه الباب ده هو انا ببص من بره، اولا النار ولعة جدا، المكان ضلمة جدا فهو منور بالنار. الحاجة التانية فيه درجات من جوه بحيث اشتعال النار في ناس مغطيهم بالكامل، في ناس على الدرجة الأعلى فمغطيهم للنص، في ناس مغطيهم للثلاث أرباع، يعني في اختلاف في توزيع النار كمان عليهم. شفت بنت كانت عينيها صعبة قوي وكانت متغطية بجسمها كله بالنار وحوالين رقبتها تعبان كبير بس أنا الوش ما راحش من قدامي. شفت ناس تاني جوه النار، بس اللي وجع قلبي قوي اني شفت كاهن كمان جوه النار وبلبس الكهنوت، بس موجود على مش في الدرجة مش في الارضي لكن في درجة عالية وقاعد على كرسي وكأنه مش حاسس بالدنيا ولا اللي عليها وفي وسط جوه النار وبيضحك، بس هو مش بيضحك، الضحكة فيها غل، انا اسفة كده في التعبير. دي وجعتني قوي فخلتني ابص، يعني بدخل راسي بقى شويه، يعني انا عايزه ابص، يعني هو ده اكتر حاجه اللي شدتني باللبس الكهنوت الابيض. بس
ايد البنت اللي واقفه وعليها التعبان راحت ماسكه في ايدي، يعني هي عند الباب انا بره الباب، فانا سندت بايدي اليمين على الحيطه اللي جنب الباب، كانت سخنه قوي لدرجه ايدي بتسيح، فروحت بصرخه بحاول اشد البنت من بره، اشدها بره جهنم وهي بتحاول تشد ايدي جوه النار. فانا رحت صرخه: يا يسوع يا رب، انا عارفه انك شايفني، الحقني. بصيت لقيت البابا كارولوس راح جاي فاكك ايدي من ايدي البنت ورميها جوه النار، وراح ماسكني، لقيت نفسي في ايده، ده هي عشان ده بيدل لكم على ان دي الروح، ان انا بقيت في ايده زي الكوره في ايد البابا كارولوس، بيقول لي: يا ماما اللي انتي طالباه صعب، بس عايزة اقولك لو عايزاه يبقى طوعيني، يعني مش طوعيني انا، طوعي، كلمة الطاعة، طوعي. وراح هادف الكورة جامد قوي، بصيت لقيت الكورة دي انا بلف، رجعت الطريق الواسع ده وعديت على العالم، بس وانت جاي بقى من جهنم وبتبص على العالم لقيت العالم كله ضلمة، شايفين الارض اللي كانت منوره لا ضلمه، المفروض دي بكرتها الارضيه، وبكل اسف الدنيا ليل، وان مفيش غير بعض اللمض المنوره وحاجه بتسطع فعلا، وعددهم قليل جدا في كل قاره من قارات الارض، ودي الناس اللي واقفه بتصلي في وسط الليل فضوءها هو، يعني مثلا افريقيا كلها ما فيش غير مثلا مش عارفه اقول ايه 5 6 7 لمض منورين، في قارات وفي اماكن وفي بلاد ما فيهاش ولا نور واحد واقف بيصلي. ان الانسان يوصل لدرجه انه يبقى لمبه منوره في القاره امام الله وامام الشيطان، لان الانسان ده بيبقى واضح وبيبقى نوره واضح، بيبقى شايفه الله وشايفه الشيطان، شايف ان ده نور منور للارض كلها. العدد يا جماعه يتعدوا على الصوابع، يمكن اكتر ما كان فيه كان في مصر، كان في البراري والجبال، الاعداد اللي هي منوره فعلا. المهم اللي هم دول اللي بقوا نورانيين. المهم خرجت من كل الارض ورجعت تاني للمكان اللي انا كنت فيه من فوق سحابه الشهود، ولقيت نفسي بطلع تاني من الباب اللي انا دخلت منه بالظبط، لقيت نفسي بتفرد، الكرة دي اتفردت وبقيت بني ادم تاني اللي هو انا، واقفة قدام بنتي والشخص اللي كان قدامي اللي انا كنت سايبة البنت واقفة معاه في الفترة دي. رحت واخدة بنتي وفي دماغي كلمة واحدة بس: طوعي. وحاجة تانية: اللي انتي طالباه صعب. بدأت انزل السلالم اللي انا طلعتها لحد ما حطيت رجلي في الارض والرؤية خلصت، وقفت قدامها وبقول: اللي انتي طالباه صعب، يبقى ده هنبدأ في الطريق الصعب، الطريق الكرب، وطالما طوعي يبقى لازم طاعة الله الكلمة. بصيت لنفسي وقلت: المسيح اداني ثمرة من شجرة الحياة، هنا انا هدخل على كنيسة سامرنا اللي هي المر، اللي هي على مرحلة التجارب. طيب انا هعدي مرحلة سامرنا دي ازاي؟ هو ده اللي هقف قدامه، هبدأ لكم في كل مرحلة اديكم الكنيسة بالتفصيل، وبعدين اشرح لكم ايه الرؤى اللي انا بشوفها وازاي بندخل على التجربة، ومن هنا القيادة اتسلمت للراعي. خدوا بالكم ان البابا كيرلس هو بابا الاسكندرية في المرحلة بتاعتي انا، يعني انا لما اتولدت على الكرة الارضية كان البابا كيرلس هو البابا بتاعنا، او يعني لما اقول ان انا وصلت لدرجة النضوج فهو ده كان البابا، كان الراعي. وان لما ربنا بيقول لي اخضعي، بس هي ملاحظة صغيرة، الله عايزني اخضع لله السماوي لكن في نفس الوقت اخضع لكنيستي، عشان كده كان بيحدد لي اب اعتراف، انا عندي اب اعتراف بس اقول لكم ليه هو حدد الشخصية دي،
وإن هو أنا همشي مع راعي الرعاه اللي هو البابا كيرلس. هوريكوا بعد كده البابا كيرلس مشي معايا إزاي وعمل معايا إيه وإيه التجارب اللي هنعدي فيها مع كنيسة سميرنا. بس عايزة أقولك لازم منساش إن أنا على سميرنا أنا هكون مع شمعون مستمع الطاعة، وهكون مع ماتيو اللي هي الله هيديني هبة وهيديني نعمة جديدة، ومنساش ان الكنيسة دي محطوطة على درجة الزبرجد يعني اللي هو اللون الاخضر بالذهبي اللي هي كنيستك صفيا. شايفين التناسق؟ بس انا عايزة اقول له يا رب انت اله عظيم، انا ما عملتش حاجة لحد دلوقتي غير المفروض ان انا اخضع واطوعك. انا فعلا عايزة اطوعك، وسامحني لو جيت في وقت وما قدرتش. هقول له في الاخر أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، لك الملك لك القوة لك المجد لك البركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.